بعد 5 سنوات من الهجوم الإرهابي على صحيفة شارلي إبدو والمحل التجاري في باريس والذي أودى بحياة 17 شخص، تبدأ المحاكمة المنتظرة ل14 متهما يشتبه فيهم بأنهم على صلة بالهجمات الإرهابية، وتستمر المحاكمة لمدة 2 شهر يتم النطق بالحكم في 10 نوفمبر القادم. جاءت هذه المحاكمة كضربة تذكير بأن مسألة الإرهاب في فرنسا تبقى مهددة. ليست فرنسا من ستحاسب 14 متهما في قضية شارلي إبدو، إنما العدالة الفرنسية هي التي ستفصل في هذه القضية، علما بأن هناك أكثر من 500 محتجز بتهمة التطرف بصيغة الإرهاب. هذه المسألة تظل مهمة على الصعيد الوطني. انضم إلى المحاكمة 200 حزب مدني و94 محامي وخمس قضاة محترفون و144 شاهد، وهي محاكمة مصورة ومسجلة، وستسخر 3 الأسابيع الأولى للاستماع إلى الضحايا. المتهمون الرئيسيون قد توفوا يوم الهجوم، والشركاء 3 الرئيسيون فقد فروا إلى سوريا قبل الهجوم الإرهابي، وهم متهمون بإمداد السلاح للمتهمين والاتصالات مع داعش، فيما تتراوح العقوبات المنتظرة من 10 سنوات إلى مدى الحياة. الفرنسيين يريدون من خلال المحاكمة أن يخرجوا من جو الإرهاب. عن طريق ماذا؟ عن طريق محاكمة هؤلاء. ولكن المشكلة هؤلاء ليسوا المجرمين الأساسيين، هؤلاء قدموا المساعدة، بعضهم كان يعلم سلفا وبعضهم من لم يكن يعلم بما سيحصل، ولكن يبدو أن باريس تريد هؤلاء للأمثولة لكي يعي الناس أن الإرهاب له عواقب وأن المساعدة الإرهابيين لها أيضا عواقب. عشية المحاكمة أعادت صحيفة شارلي إبدو نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد التي كانت سببا في اعتداء الإرهابي عليها تحت عنوان كل ذلك من أجل هذا، حيث أوقعت 12 قتيلا من هيئة تحريرها. وكتب مدير الصحيفة الأسبوعية لن نستسلم أبدا مبررا قرار نشر الرسوم على غلاف العدد الجديد. تعتبر المحاكمة مرحلة مهمة بالنسبة للعدالة لتحديد دور كل شخص في الاعتداءات الإرهابية، لكن الشركاء المعنيين مباشرة غير موجودين وسيتم الحكم عليهم غيابيا. فاطمة بلعيد، الغد، باريس.